بعد إعلان وزارة الداخلية عن انتشار آفة المخدرات بين الشباب بنسبة كبيرة، باشرت القوات الأمنية في عدد من المحافظات بعمليات دهم وتفتيش وتنفيذ أوامر اعتقال بحق عدد من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات. في محافظة الأنبار وتحديدا بمنطقة البعساف في مدينة الرمادي، أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على 2 من مروجي المخدرات، وحسب بيان للخلية فقد تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة بموجب أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة كربلاء ألقت القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص مع الممول الرئيس لهم، وبينت قيادة شرطة المحافظة ضبط مواد مخدرة نوع كريستال وحبوب نوع 01 مع مسدس وميزان إلكتروني وأدوات تعاط بحوزتهم. عملية أخرى نفذها جهاز الأمن الوطني استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، داهم خلالها أحد أوكار تجار المخدرات وضبط فيه 12 كيلوغراما من المواد المخدرة، وكانت هذه العملية بناحية العزير في محافظة ميسان. وفي إقليم كردستان تمكنت قوات مجلس الأمن في الإقليم من ضبط 70 كيلوغراما من مواد الهيروين والإفيون بعدما تمكنت من اعتقال مجموعة مكونة من 4 متهمين يحملون الجنسية الإفريقية وإحالتهم إلى القضاء حسب بيان لخلية الإعلام الأمني.